احنا سعيدين بتواجدنا اليوم في منتدى قطر الاقتصادي، منتدى جدا ممتاز، حضور على اعلى مستوى، الحضور فاق 2000 شخص، رؤساء دول، رؤساء وزراء، وزراء، رؤساء تنفيذيين كبرى الشركات الماليه التكنولوجيه، وهذا يعطي انطباع جيد جدا صراحه. قطر دائما لها ادوار كبيره عالميا على المستوى السياسي، واحنا نرى حين بصمات قطر على الوضع الاقتصادي ومساعدتها في وضع حلول للمشاكل الاقتصاديه العالميه والمشاكل والتحديات اللي تواجهنا. تعرف الايام هذه في تحديات كثيره من ناحيه التضخم، من ناحيه دفع الديون، امور كثيره تخص الدول، ونعتقد المؤتمر هذا راح يضع يعني القادة وأصحاب الحلول والمحللين ونظرائهم أيضا مع بعض، بحيث أن يحطون بعض المقترحات وبعض الحلول، وإحنا رأينا مشاركات كبيرة صراحة، مساهمات كبيرة من جميع القطاعات، قطاعات المؤسسات الدولية، الحكومات، الدول. فمؤتمر صراحة مهم، وهذا يعكس دور قطر دائما كدور إقليمي، كدور واعد. إحنا شفنا قطر دائما داعمة ودائما نشطة في النشاط السياسي، في تقارب وجهات النظر، فالحين هذا تكملة للدور القطري على الساحة العالمية. أولاً خلينا نتكلم يعني صراحة، الأداء الاقتصادي القطري كان جداً ممتاز في 2022، النمو كان 6.7 للقطاعات الغير نفطية مقابل 1.7 للقطاعات النفطية، أوفرول أو المجموع كان 4.8، وهذا الناتج المالي الحقيقي. الناتج المالي الإسمي النمو كان 32%، وحققنا تقريبا حاجه لاول مره ريكورد في الاقتصاد القطري، 240 مليار دولار وصل حجم الاقتصاد القطري في 2022. في الربع ايضا ماليا احنا يمكن امس اعلنا عن ارقام الموازنه بالنسبه حق اداء الموازنه بالنسبه حق الربع الاول. الربع الاول حقق فائض 19 مليار ريال قطري، هذا يمثل 9% من الناتج القومي، وهذا يعني انجاز كبير. توقعاتنا حق السنه هذه حيكون، طبعا ناخذ راي المحللين الدوليين، البنك الدولي توقع 3.3 بالنسبه حق الناتج المحلي. قطر احنا ما ننظر دائما حق سنه ولا سنتين، طبعا في رؤيه قطر 2030 وهي تتكلم عن التنوع الاقتصادي، وانه ما يكون الاقتصاد معتمد على النفط فقط. فنظرتنا يعني جدا ممتازه، ونحن دائما قاعدين نركز على القطاعات، وشفنا نجاحات كثيره. يمكن اخر نجاح هو كاس العالم، من اكبر الاحداث العالميه، وكان يعني نجاح منقطع النظير من جميع النواحي، فهذا محطة من ضمن محطات للاقتصاد القطري.